والله كلها متأذية من الزبالة بس ما تصير شارع. منشأ السرطانات هو من الأزبال بالدرجة الأساس. كمية النفايات اللي تترفع بشكل يومي من العاصمة بغداد هي بحدود 9000 طن. دول صارت تستورد النفايات بملايين الدولارات. هاي المخواطي الحديد الكش على الصناديق هاي شوفها. إيه لايلون. أنا عايشين على الله وعلى. حرقون يجوا يلمون وايرات أبراص وايرات وفافون. حرقون الوايرات سواء صفر كلش باعون. أي مرات يجون هم الورد يشترون من يمنا يجون سيارات صغار وسمو يحملون سيارات كبار. والله ياخذون اللي غار ياخذون التركي والله الأربيل. أنا طلعت لي 7000 6000 أحمد الله وشكرا.